هسه خلي سطرنا على الارقام الوهميه اللي توصل له والوصولات الوهميه المحققيه، يلا يوفر لنا اطباء، كل شيء ماكو، عنايه حقيقيه ما موجوده، مشكله اكو فساد، خلي اقولها اكو فساد، هذا الموضوع به فساد كبير جدا، واتمنى انه من هيئه النزاهه او محافظ بغداد يحقق بهذا الموضوع، خلي شوفوا وين الفساد. الفساد موجود. فاكو كومشنات، اكو وصولات وهميه، اكو ارقام مو دقيقه، يعني المعهد ايش قد ياخذ؟ اذا ينصرف مليون يقول لهم صرفنا 10 مليون. طيب انتم هذا المعهد تعرفوا الاعداد اللي تدخل به؟ الاعداد يعني كانت تكون ضئيله جدا، يمكن ما يتجاوزون ال 40 الى 45 طالب ترى بالمناسبه، لان بعيد جدا وما بي خدمات حقيقيه واقعيه. هسه مو كلش للامانه، هسه الموظفين الموجودين والمسؤولين ما مقصرين نهائيا حتى لا نغب من حق هؤلاء، لكن التقصير من الجهات العليا والاعلى. يجب توفير المناهج، يعني احنا خاطبنا مثل وزير التربيه في احد الاجتماعات واحد اللقاءات، وزير التربيه السابق طبعا، طلبنا من عنده انه يجيب طابعه برايل، يعني طابعه برايل هي سعرها 25,000 دينار، رقم كاد ان لا يذكر، 25,000 دينار. مجرد خاطبناه وطلبنا من عنده بعدنا ما مكملين، والله العظيم الطلب بعد بايدي، لازم يجي الطلب بايدي لازم. قال لي ما عندي فلوس، رجع خلي يمك بابا. 25 نص، قال لي ما عندي فلوس، 25,000 دولار، قال لي ما عندي فلوس. زين دولار ما عندي فلوس، قال لي ما عندنا فلوس نجيب لكم. يعني هسه خلي اذا 25 هاي ال 25,000 دولار كم، يعني دا نقول كجهاز طباعه هو بطريقه برايل الخاصه اللي تحتاجوها، كم جهاز تقريبا تحتاجون انتم؟ يعني الارقام مو عاليه، لان هو يمكن جهاز واحد يكفي مؤسس او يكفي معهد او جهازين يكفي معهد، يعني بالطبع لان هو جهاز كبير ضخم ويكون يعني يطبع ويستنسخ وما شابه ذلك، يعني مو 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 هواي، يعني مو هواي، يعني مو ارقام غريبه او كبيره يعني. وحتى الطبع والنسخ واللي ساقه واللصق مالت لغه برايل ما تحتاج يوم يتمزق مثل هاي الاوراق العاديه اللي تكون خفيفه، يعني ما يمزق، يكون ورق من الاوراق الخامتها ثقيله و يكون على شكل يعني واضح، فما حتى ما نحتاج نطبع يوميا بالمناسبه، ولا حتى كل سنه لربما يعني. طيب يعني اذا بدنا نتكلم احنا حتى لو نجيب لنا طابعتين من هذه 50,000 دولار، ايش قد عددكم؟ وزاره التخطيط يوميا تنطي ارقام، اريد افتهم انتم 4 ملايين او اكثر؟ وزاره التخطيط وزارة التخطيط قبل فترة أحد الوكلاء أنه بلغ أحد الأصدقاء يقول له أنه أنتم على أساس عددكم 1,700,000، يا شلون 1,700,000، شلون عرفتوا؟ قال من خلال الوكلاء، أنه إحنا سألنا وكلاء يعني الحصة التموينية اللي هم مرتبطين بوزارة التجارة وسوينا إحصائية بالنسبة لي، وأنا سويت إحصائية على حسابي يعني شخص، أنه بلغت المعاقين قلت لهم الوكيل سألكم؟ قالوا ما سألنا، يعني أنا يمكن وصلت إلى 3,000 إلى 4,000 معاق ما سألهم أصلا الوكيل، فما أعرف أنه يا وكيل راحوا على وزارة التخطيط وسألوه قالوا له أنه 1,700,000. الأرقام غير دقيقة كلها، كل الأرقام التي تشاء غير دقيقة، هي نفسها هيئة ذوي الإعاقة ما تعرف ايش قد على ذوي الإعاقة بالعراق، لأن اكو فضائيين مسجلين تحت قاعدة بيانات هيئة ذوي الإعاقة في المعين المتفرغ والرعاية الاجتماعية فضائيين، وهنالك قسم من الأشخاص المتنفذين يأخذون هذه الأموال لحسابهم الخاص. وهذا كلامي أكد تصريح رئيسة هيئة ذوي الإعاقة قبل 3 أشهر أو 4 أشهر من الآن، عندما ذكرت 4,000 فضائي مسجل تحت قاعدة بيانات المعين المتفرغ. من سجل هذه الأسماء؟ من الذي قام تسجيل هذه الأسماء؟ يجب أن تتساءل رئيسة الهيئة وهيئة ذوي الإعاقة. فلذلك أنا أقول الأرقام غير دقيقة، أنا ما أقدر أعتمد هذه البيانات وهذه القواعد المذكورة، لأن هنالك فضائيين موجودين بالآلاف معانا، والمشكلة تؤخذ هذه الأموال بجيوب الفاسدين والمتنفذين.